السلام عليكم. احلى زيتون مخلل ممكن تاكلوه اللي بيكون معمول في البيت من ايديكم. النهارده هعمل معاكم 3 اطعم من الزيتون بطريقه سهله وحلوه جدا. اول حاجه بنقي الزيتون او بنتقيه، للاسف كان فيه بعض الوحدات الصغيره او المخبوطه ما اخدتش بالي منها وانا بنقي، فدي هضطر اعملها في برطمان صغير عشان هتستوي اسرع من الباقيين. بعد كده هنبشر الجزر، انا بحب ابشره على الناحية اللي بيكون مبشور تخين شوية عشان يقعد معايا، بيكون طعمه رائع مع الزيتون وكمان بيخلي شكل البرطمان حلو قوي. طبعا مش محتاجة اقول لكم ان المية بتاعت اي مخلل لازم نكون مغلية، يعني لازم نغليها ونسيبها تبرد قبل ما نعمل فيها المحلول الملحي. انا كنت حاطة حلة على النار سبتها تغلي لحد ما غليت، وبعد كده رحت ارفع الغطا من عليها علشان المية تهدى على ما اعمل باقي الدقة بتاعت الزيتون. بحب اوي اقطع مكعبات من الجزر كده مع المخلل، بيكون حلو اوي مع طعم الزيتون، بياخد من طعمه، الاتنين بياخدوا من طعم بعض، بيديه تسكيرة، بيكون حلو اوي. كمان البيت عندي بيحبوا اوي ياكلوا مع مخلل الزيتون، بقطعه بالشكل ده. كمان بحب احط الليمون، بحب احطه شرايح، بيكون طعمه حلو وكمان مادة حافظة. انا بحب احطه ني كده، بيكون حلو قوي. اللي مش بيحب الثوم او مش بيحب طعم الثوم يقدر يشيله من الوصفة دي، ولكن هو بيكون مادة حافظة للمخلل بتاعنا وبيديله طعم خفيف. بقطعه شرايح تخينة، الكرفس بيحليه جدا، الكرفس بيحلي المخلل الزيتون وبينقله في حتة تانية. هجيب طبق كبير عشان اعرف اقلب فيه، واحط هريسة شطة او فلفل حراق، ممكن تحطوا هريسة فلفل حلو اللي مش بيحب الحراق. بعد كده هحط الكرفس والثوم، وهحط الجزر المبشور، الجزر اللي قطعناه مكعبات هنحطه في البرطمانات، وهحط عصير الليمون. بعد كده هحط معلقتين او ثلاثة من الزيت، الزيت لازم يكون نوع نظيف قوي او يفضل ان هو يكون زيت زيتون. عصير الليمون لازم نكون عصيرينه على ايدينا مش ضربينه في الخلاط. بعد كده هحط الزيتون، هقلب. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكل التتبيلة حلوة قوي، شكله يفتح النفس، تحس ان احنا عايزين ناكله من قبل ما يتخلل كده. بعد كده هنعمل المحلول الملحي، لكل لتر مية اللي احنا غاليينه وسبناه يهدى خالص كوب او 3/4 من الملح على حسب ملوحية الملح، بحب استخدم ملح خشن مع ملح ناعم. بعد كده بحط معلقتين من السكر واقلب لحد ما اتأكد ان الملح كله داب. هاخد شوية من الزيتون، هحط عليه شوية من الكركم، تقريبا معلقة. انا بحب اخلي الزيتون كله طعم لوحده، يعني بحب احط شوية كده سادة مش عليهم اي طعم. بعد كده باخد شوية منه واحط عليهم كركم واحطهم في برطمان. طبعا انا بكبس الزيتون كويس قوي في البرطمان وبحط عليه الملح او المحلول الملحي، ومن فوق بحط مقدار كبير من الزيت، 3 أو 4 معالق، وشرايح من الليمون، ونقدر نحط كمان شرايح من الثوم، بس انا اكتفيت بالثوم اللي في الخلطة. بعد كده هحط معلقة كبيرة من حبة البركة، قد ايه بيكون طعمها حلو، وهحط كمان في البرطمان. وطبعا البرطمانات لازم تكون متعقمة كويس قوي ومتأكدين من نظافتها. بين كل طبقة والتانية لازم تكبسوا الزيتون كويس. شايفين شكله حلو ازاي؟ بحط كمان معايا بين الطبقات ورق لوري، بيكون طعمه حلو قوي وبيديله طعم مختلف فعلا، اللي مش بيحبه يقدر يشيله عادي. حطيت شرايح او مكعبات من الجزر اللي قطعناه، زينته بالليمون. كمان احرصوا ان انتوا تخلوا شكل البرطمان بتاعكم حلو قوي، ده بيدي كمان شكل حلو. لازم كمان تتأكدوا ان البرطمان تك تكة الامان عشان ما يدخلوش اي هوا. حطيت 1/4 كوباية من العصفر على المقدار ده، تقريبا كان كيلو اللي انا حطاه قدامكم. انا بحب اخلل قوي الزيتون التفاحي، بيكون كله لحم كده وطعمه بيكون حلو قوي، وبحب احطه سليم عشان يقعد معايا فترة طويلة، لكن انتم ممكن تفتحوه او تدقوه بمدق هيستوي اسرع معانا، في خلال 15 يوم هيكون مستوي.
وبعدين حطيت حبتين من الفلفل الحراق. شايفين شكل البرطمان حلو ازاي؟ بعد كده هحط المحلول الملحي، طبعا لازم نستنى عليه عشان بيكون مدكوك كويس، فالفراغات تتملي من المحلول الملحي. الله شكله حلو قوي، يفتح النفس. جربوه بألف هنا.